السلام عليكم أيها الناس، معكم إليزابيث أجونجو. اليوم برضو حوصل لكم رسالة بواسطة Restoring Dignity. اليوم بنحكي عن فتح المدارس والتزامات تبع الكوفيد الفيروسات التاجية والمعلومات الجديدة اللي جاية من Douglas County Health Department ومن ال CDC المراكز الصحية القومية والمحلية. كالمعتاد في ناس عندهم أسئلة. السؤال الأول، قالوا في نوع تاني من أنواع الفيروسات التاجية COVID-19 ظهر، ده شنو كمان؟ في ناس بيسألوا كده. زي ما في تغييرات في الحياة، الفيروسات التاجية COVID-19 بتتغير مع مرور الزمن. شوف كيف الكوفيد الفيروسات التاجية تحولت من كوفيد لدلتا ومن دلتا لأوميكرون ومن أوميكرون حسب دلوقتي عندنا أوميكرون كوفيد BA.5. فالشيء الملحوظ الناس بتمرض سريع BA.5. الشيء الكويس كثير من الناس طعموهم دلوقتي حاليا السنة دي مقارنة للدلتا. الأعراض تبع الـ BA.5 شوية أحسن، يعني ما معناته الـ BA.5 ما خطيرة لصحتك. الـ BA.5 ممكن ترسلك المستشفى وتعرقل حياتك. بعض من الناس بيموتوا بسبب الـ BA.5، يعني متعسفين، فخلي بالك. السؤال الثاني، في ناس هنا بيسألوا ما هي المعلومات الجديدة عن الكوفيد المفروض أعرفهم مع السنة المدرسية الجديدة وعيالي أطفالي بدوا يمشوا المدارس. الإجابة للسؤال ده هي تطعيم تطعيم تطعيم. تعلم على الأطفال والعيال عمر 6 أشهر لفوق يمكن يأخذوا التطعيم. خلينا نحمي عيالنا من كل الأمراض، مش بس كوفيد، بواسطة شنو؟ بواسطة التطعيم. كويس معك. زي ما انتوا عارفين، كل الأطفال كل العيال محتاجين لمناعة طبيعية قوية اللي بتحميهم من الفيروسات التاجية وكل الأمراض. لما طفلك بيكون معافي من الأمراض وشديد، هيقدر يمشي المدرسة كل يوم، يواظب ويعمل الواجبات في وقته. زي ما شايفين، الحضور وعدم الغياب بيقوي مستوى التلاميذ. ده شيء معروف والدراسات أثبتت الكلام ده. لو عيال أو عيالك محتاجين للتطعيم، أحكي مع طبيبك أو أمشي لأقرب مركز صحي في حلتكم في مدينتكم ولا كده، عشان تحمي أطفالك أكتر وأكتر وهما بدوا يمشوا المدرسة كل يوم. اتذكر اتذكر انه ما تودي اي واحد من عيالك المدرسة لو هو ولا هي لو هما عيانين او في واحد فيهم عيان. لو كلهم عيانين خليهم في البيت، ما توديهم المدرسة. كمان شجع اطفالك يغسلوا يدينهم اياديهم او يستعملوا الهان سانيتايزر معقم اليدين يعني طوالي. ودائما دائما خد كمامة نظيفة أو نظيفة في الشنطة بتاعت المدرسة تبع أطفالك، جسم كيس عند الضرورة. السؤال الثالث، في ناس هنا بيسألوا في أي مبادئ توجيهية أو الغايدلاينز من CDC، أيوة guidelines، يعني حاجات يعني
تعليمات جديدة. أما بعد التوجيه اللي جات من السي دي سي يعني من قولتيت من الأول يعني لغوها يعني ديش ديل شنو حكاية السوشيال ديستانسينج التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة طول الوقت خلوها يعني شوية هسي لكن لسه في إلزام بلبس الكمامات بأماكن معينة زي داخل العيادات والمستشفيات والمدن اللي لسه بتعاني من الوباء دي بنسبة عالية كويس وباء الكوفيد 19 نحمد الله مدينتنا طبعا أمها شوية أحسن اليومين دول إحنا ما مجبورين نلبس الكمامة على طول لكن لو واحد فينا عنده مناعة طبيعية ضعيفة أو كبير خالص في السن لبس الكمامة داخل الأماكن العامة مهم جدا كويس معك لو عندك ضيوف أو مشيت زرت جماعة كده في بيت أو في بيت أو في مناسبة أو ملمة أو زحمة أنت لقيت نفسك في أماكن زحمة يعني وما متأكد من صحتك وما متأكد من صحة الجماعة اللي انت معهم ألبس كمامة صحتك طبعا مهمة وفي كل شيء كويس معك لو الإنسان أو الزول ما شاعر كويس السي دي سي بيقول كشف الكوفيد هنا مهم جدا لو انت طلعت أول النتيجة طلعت موجبة الإنسان المصاب بالكوفيد المفروض ينعزل لمدة 5 أيام على الأقل ولمن يطلع برا المنزل أو برا البيت لازم يلبس الكمامة لمدة 10 أيام كويس معك السؤال الرابع ما هي آراء البي اي 5 النوع الجديد من أنواع الكوفيد ده البي اي 5 أعراض البي اي 5 زيها وزي أعراض الكوفيد وأتباعها التانيين يعني حمى نزلة كحة لوس صداع ألم حول العضلات وفتور في الجسم دي الأعراض الدائما الملحوظة يعني السؤال الخامس كيف أحمي نفسي من البي اي 5 بنكرر تطعيم لأنه الوقاية خير من العلاج وكمان عشان يعني تحمي نفسك أكثر وأكثر أخذ البوستر شات لقاحات زيادة بقدر الإمكان دراسات أثبتت الناس اللي طعموهم وأخذوا البوستر شات لقاحات زيادة بيقاوموا كل أنواع الفيروسات التاجية الكوفيد 19 وأتباعها لبس الكمامة بأماكن الزحمة برضو بيحميك من الوباء دي السؤال السادس والأخير في ناس هنا بيسألوا قالوا وجود أدوات اختبار الكوفيد بمنزل مهم مهم لأنه الإنسان يمكن يعمل الاختبار أو الكشف بالمنزل في خلال 15 دقيقة فقط كويس معك أدوات اختبار الكوفيد بمنزل هسي موجودة بكل الإجزخانات الصيدليات حول المدن حول الولايات وكده أحيانا التأمين الصحي تبعك بيغطي لك حتة الدفع والتكاليف لو عايز الأدوات دي مجانا اتصل بناس الريستورينج ديجنيتي على رقم ديا 402-370-9777 يعني بالإنجليزي 402-370-9777 الشرط الأول بيقول لو انت جيت البلد دي كلاجي بيدوك الأدوات دي مجانا الأدوات دي ما متوفرة عندهم بكثرة لذلك
بيدوا الجماعة اللي اتصلوا فيهم بدري. الشرط الثاني بعد ما نهيت المكالمة مع ناس الـ Restoring Dignity حاول تجي مكتبهم. هما بيقولوا دي مسؤوليتك تجي بنفسك وتأخذ الأدوات دي مجانا. المهم قبل ما نختم الأبديت تبع مدينتنا أومها كالعادي، بمعنى آخر السجلات الجديدة بأومها من ما الكوفيد الفيروس التاجية ظهرت لغاية الآن من سنة 2020 لغاية اليوم، يعني إحنا بنعتبر السجلات ده لغاية يوم الاثنين، يوم 22 شهر 8 أي you know يعني في الأسبوع ده عندنا زي تقريبا 1600 وحاجة، 100,000 مش 1000 ساي 100,000 ونص، تقريبا 100,000 ونص حالات مرضية تبع الكوفيد سجلوهن هنا بأمها. السجلات الجديدة الأسبوع ده وصلت تقريبا 900 حالات مرضية تبع كوفيد أو الفيروس هذا التاجية. عدد الجماعة اللي ماتوا بسبب الكوفيد بأمها وصلت 1161، شيئا يعني مؤسف. السرائر الموجودة المجهزة للمرضى تبع الكوفيد بمستشفى 100 وكذا، يعني عندنا 100 وكذا سرير لو في زول عيان مرضان عايزين يلحقوه المستشفى في سرائر، يعني زي 100 وحاجة عندنا سرائر مجهزة للكوفيد مرضى تبع الكوفيد. والناس المرقدين حاليا في المستشفى بسبب وباء الكوفيد ما شوية، يعني ما بنقول شوية، عندنا 152 كبار وعندنا 13 صغار إيال أطفال مرقدين في المستشفى حاليا بأمها. المهم مشكورين لمشاهدة هذا الفيديو. ناس الـ Restoring Dignity بيقولوا من فضلك أضغط لايك كل ما تزور موقعهم الإلكتروني، وحاول تتابع الأخبار الجديدة وإعلانات عن الكوفيد. هما دائما يعني بيخطوا لكم معلومات وإعلانات جديدة، يعني بعمارة التوعية للكوميونتي وكده. فشكرا جزيلا، ربنا يكفيكم شر الكوفيد. مع السلامة.